السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة. طبعا النهاردة موضوع حلقتنا مش مختلف، اتكلمنا عن الشغل أونلاين كتير جدا، بس كل واحد وليه سر، سر يعني في نجاحه، سر في شغله، سر في كل حاجة. خلي بس أصبح على زميلتي الأول وبعد كده هنبدأ موضوع حلقتنا. صباح الخير يا أستاذة هيا. صباح الخير يا أستاذة إيه. الحمد لله. طبعا لازم ارحب بالساده المشاهدين، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقتنا النهارده عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا. طبعا عنوان الحلقه مش مختلف عن الحلقات اللي فاتت، احنا عملنا مجموعه من الحلقات عن الشغل الاونلاين في ظل ازمه كورونا، لان يعني بصراحه انا في وجهه نظري ان الشغل الاونلاين اصبح هو الاساس في الفتره اللي بنمر فيها ديت. انت الحاجه بتجي لك لحد عندك معقمه مجهزه، ما عليك اللي انت تدفع حق الاوردر بس، اللي هو حق الشحن. عجبتك الحاجه بتاخدها، ما عجبتكش خلاص. فطبعا طريقه سهله وبسيطه اللي احنا نقدر نشتري بيها اي حاجه من على السوشيال ميديا. طبعا احنا النهارده معانا استاذه سميه، صاحبه بيدج مهم جدا على السوشيال ميديا، هنعرف منها كل حاجه عن البيدج بتاعها وكل تفاصيل الاونلاين. اهلا وسهلا استاذه سميه. اهلا وسهلا، نورتينا حبيبتي. نور الدنيا يا استاذه. قبل ما نتعرف على البيدج بتاع حضرتك عايزين نتعرف على حضرتك اكتر. سميه فوزي. اهلا وسهلا. عاوز اعرف ايه السر بقى في العمل بتاع حضرتك، او ايه السر اللي خلاكي تشتغلي في شغل اونلاين؟ انا بدات شغل الاونلاين من شهر سبتمبر. تمام. بداته علشان فتره. طب ممكن بس هنطلع فاصل ثانيه واحده عندي. اوكي، فاصل بس ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه وهنرجع نتعرف على الاستاذه سميه وبيج الاستاذه سميه. ممكن حضرتك تعرفينا بقى على البيج حضرتك؟ اوكي. البيج عندي اسمها فاميليا براند. تمام. بنبيع لبس اونلاين كله ليديز. تمام. بدات من شهر سبتمبر الشغل الاونلاين. طبعا الحمد لله خدت ثقه كبيره قوي من الناس. كل الايتيمز بتوصل لهم زي الصور بالظبط. طبعا الريفيو عندي بيبقى الصور، لا ده الايتيمز بتاعتي بتبقى احسن كمان من الصور. تمام. توصل لهم زي ما هي بالظبط. تمام. استفدتي من الشغل الاونلاين؟ اه طبعا استفدت كفايه، طبعا العلاقات اللي انا كونتها من الناس. يعني تعرفت على ناس اكتر، طبعا اكتسبت خبره كمان في مجال الفاشون، عرفت طبعا بدور على ايه اخر صيحات الموضه. تمام. بس هي يعني كوظيفه صعبه شويه. هي صعبه جدا. طب هو بس ورا الكواليس صعب. انت متجوزه كمان، يعني انت حضرتك متجوزه ومعاكي ولد صغير. فازاي بقى هم اهلي بيساعدوني كتير. الفضل يعني يرجع لربنا ثم لاهلي، الحمد لله بيساعدوني كتير وواقفين جنبي. طبعا بيبقى صعب شويه ان انا ادور على صور المودلز بالظبط عشان اوصلها باحسن صوره. بيبقى صعب عليا ان انا برده يعني الجوده بتاعت الصور تطلع كويسه جدا علشان العميل يشوفها توصل له. عشان لما الحاجه توصل له برده ما يقولكيش لا دي صوره مختلفه. لا طبعا. اهم حاجه عندي أكيد. الثقه والمصداقيه. الثقه هي كل حاجه مبنيه على الثقه. اي حاجه طبعًا. مبنيه على الثقه. طبعا دي اول حاجه عندي. طبعا الحمد لله. كنا بنخاف زمان ان احنا نشتري حاجه من على الاونلاين ما بتبقاش بنفس الخامه والماتيريال، فكنا بنقول لا احنا ننزل نشتري وناخد الحاجه ونشوفها، لكن مع فتره كورونا بدات سبحان الله يعني شيء مضر جاب نفع للناس ان احنا نشتري حاجات من على الاونلاين ونشوف. بدا فعلا الشغل الاونلاين، انا حاسه ان هو عليه تفاعل كتير، ما بقاش بس شغل اونلاين هدوم ولبس، لا بقى كل حاجه. كل حاجه بقت اونلاين. ما اتمسكتش في ايدينا بقى بنخاف. بنخاف منها. بصي هو علشان اي حد لازم ان هو هيخش بيدج او هيخش جروب ياخد منه لازم يكون الاول شايفه ريفيوهات الناس. اكيد طبعا. يعني ريفيوهات طبعا بتشكر في حاجتك، لازم قبل ما تعملي اوردر تقولي لا انا لو ما وصلتنيش الايتيمز ديت زي ما هي انا هرجعها. ده حقك طبعا. هي ده حق العميل عليا. بس تطلب صور على الطبيعه، تشوف طب تستفسر عن كل حاجه، مش مجرد انها شافت صوره تطلبها وخلاص. تمام. بس فده الحمد لله سر النجاح وسر يعني الثقه اللي الناس اخذتها مني. شغل حضرتك يعني للستات فقط لا غير حريم؟ هو حاليا بس شغالين ليديز فقط. بس اها انتوا مخاصمين الرجال ولا لا 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 خالص ان شاء الله، بس قدام شويه هنشتغل في بس بصراحه يا استاذه سميه انا لما دخلت على البيدج لقيت عندك الحمد لله، يعني انت شغاله بقالك فتره قصيره بس لقيت عندك كميه تفاعل وكميه رسائل شكر، يعني ما يقولش ان حضرتك مش شغاله بقالك شهرين ثلاثه. على الخامات والماتيريال حاجات كويسه جدا. حضرتك ابتديتي الشغل من كام؟ من شهر 9.
بسم الله ما شاء الله. احسب بقيت فتره كبيره جدا. لا 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 من سبتمبر يعني بقى لها شهرين ثلاثه بس فعلا الصفحه بتاعتها لما انا دخلت عليها لقيت بالظبط كميه شكر على الحاجات اللي هي مديها والماتيريال والخامه وحتى الالوان هي نفس اللي معروضه على السوشيال ميديا. نفس يعني نفس الصوره بالظبط بتوصلك. هي انا كل الشغل اللي بيجيلي من اسبانيا ومن استراليا، ما بشتغلش في اي حاجه محلي. فالصور طبعا انت اهم حاجه عندك انك انت تلبسي حاجه براند وفي نفس الوقت الماتيريال والفابريكس بتاعتها يكونوا كويسين. تمام وتوصلك يعني انت لابسه حاجه براند وسعرها متناول اي حد. الكوست بتاعها بسيط جدا على فكره. يعني الاسعار الكوست بتاع الحاجه يعني اي زي اي لبس يعني. انتوا برضو عايزين تفهموني في الاخر وفي الاول الحاجه اللي بشوفها بتيجي هي ما فيش اختلاف كده. لا 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 الحمد لله. طب ما عجبتنيش بعمل ايه بقى في المشكله؟ انت لو بصتي لو ما وصلتلكيش الحاجه زي ما انا قلت لك بالظبط على السايز بتاعها على الفابريكس على الماتيريال على اي حاجه انا قلت لك عليها، لا انت من حقك ان انت تسلمي تاني الاوردر للمندوب. بدفع طبعا مصاريف الشحن. مصاريف الشحن دي خارجه عني. مصاريف الشحن خارجه عن الاوردر خالص. لا هي خارجه عني بس. تمام. المشاكل بقى طبعا اي مشروع بتبدأي اي حاجه فيها لازم يبقى فيها مشاكل او بيبقى فيها عقبات بسيطه، ايه بقى المشاكل اللي واجهتك؟ بصي هي مش مشاكل خالص زي مثلا بس يعني ايه لما حد بيخش ايه ده طب ليه مثلا هي غاليه قوي كده؟ طب يا جماعه انتوا مش عارفين البراند دي مثلا سعرها مثلا كام؟ انا ببيعها بربع ثمنها. بس لكن مفيش الحمد لله ما قابلتش مشاكل يعني خالص لحد دلوقتي في الماتيريال في الالوان. لا خالص في انا لا الحمد لله ثقه يعني في شغلي. ما بطلعش حاجه الا وانا واثقه مليون في الميه اللي انا يعني انا اللي هلبسها فهديها لك على اكمل وجه. اكيد طبعا. في بقى مشكله اساسيه اللي هي المقاس. دي بقى مشكله صعبه جدا. السايز المقاس بالظبط. لا تمام. السايز بصي هي البراندات بتختلف عننا تماما. فاحنا بناخد المقاس العرض يعني ناخد مقاس العرض بالظبط بس. فانا شغاله بالمزوره بقى. اي حاجه انت عايزاها يعني اكس لارج لا مفيش البراندات غيرنا. فبيبقوا بالارقام يعني مثلا 16 17 40 42 يعني. ما حصلش معاكي موقف ليا ايه؟ انا طلبت الاوردر في شهر قلت لك لا معلش خليه الشهر الجاي، الشهر الجاي انا اتخنت. لا 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 حصلت ناس كتير جدا. لا ما حصلش معايا بصراحه كده. انا بطلع يعني في حاجات مثلا لو هي وزنها مثلا اوفر سايز شويه لا بقول لها بنصحها انها تاخد ايه. هي لو عاجبها حاجه اقول لها لا بصي دي مش هتبقى الستايل بتاعها مش هيبقى شيك عليكي فممكن عادي ما بينك وما بين العميل يعني. دي فعلا وهم حبوني واكتسبت صداقات كتير جدا. تمام. حاليا صور حضرتك بتعرض شغل جميل جدا بس ما شاء الله. لا هي حاجات ممتازه كلها براندات متناسقه كمان. يعني مش اي حاجه كلها براندات كويسه جدا كلها براندات عالميه. طب حضرتك لو طلبت الاوردر بيوصل في خلال قد ايه؟ لو القاهره او الجيزه ممكن تاني يوم او تالت يوم بالكتير. تمام. انت حضرتك شغاله في كل المحافظات مش كل المحافظات بوصل لاي محافظه بس هي بس يعني المحافظات الخارجيه ممكن تاخد مثلا من يومين لثلاث ايام. مصاريف الشحن طبعا بتتغير من محافظه للتانيه. والله مصاريف الشحن على حسب الشركه وعلى حسب المندوب هم بصراحه اكتر ناس مطلعه عادي. لا مش يعني جربت شركات كتير بصراحه كنت لسه اقول لك بقى يعني الشركات اللي انت جربتيها ديت في شركات عرفتيها طبعا لا دي مش كويسه مش هتعمل معاها. بدات تتعرفي على في شركات بتحافظ على يعني الشنطه زي ما هي واخداها مني الاوردر زي ما هي واخداه مني بيوصل للعميل زي ما هو. وفي شركات بتوصل الاوردر متبهدل للاسف. وفي شركات اصلا يعني ممكن تاخد منك الاوردر وتوصله بقى يومين ثلاثه بقى. طبعا ده ما بيبقاش في مصداقيه في الكلام. طبعا. ده كمان بيخسرني عميل. اللي انا الاوردر هيوصل لك الاوردر يوصل زي ما هو دي اهم حاجه. بس الحمد لله يعني لقيت شركه شحن او في برضو غير شركات الشحن في مناديب شغاله لوحدها دول بيبقوا اسهل كمان من شركات الشحن بكتير. يعني بصراحه موفرين عليا كتير. ايه بقى يعني معلش انا حابه برضو اعرف مشاكل تانية اللي حصلت. لا مفيش مشاكل تانية حصلت الحمد لله علشان لسه يعني في البدايه. لا كمان عشان لسه في البدايه. لا عشان لسه في البدايه بشوف المشاكل. لا بس هو مفيش بصراحه حاجه يعني مفيش اي مشكله حصلت لحد دلوقتي لان هم بياخدوا الحاجه زي ما هي بل ما هم بيقولوا لي لا ده الصور ظلمها الصور ظلمه الحاجه بتاعتك.
تمام. بس فلا الحمد لله. وبعدين في مسجات كده قصيره ببعتها ببعتها للبنات مع كل اوردر، فهم بيسيبوا بصراحه الاوردر اللي هم طالبينه وبيمسكوا في المسج. لا انا قصدي على المسجات اللي على البيج. المسج لا انا ببعت لهم مسجات كده بتفرح اي بنت. حضرتك اللي ماسكه الصفحه كلها وبتتعامل لا الصفحة. وكمان معايا برضو اخويا عبد الله فوزي، فبشكره من البرنامج. لا هو كمان برضو ماسك معايا الشغل كله الحمد لله. بتساعد الحمد لله. طبعا احسن مثلا ما يروح يشتغل في، لا انا أكيد. في نفس الوقت اساعد اختي وهو كمان هو كمان هو لسه بيدرس تخصص بزنس ماركتنج، فالحمد لله تخصصه تخصصه فعلا ما بيتعبش معانا. لا لا, لا. عايزه بقى اعرف منك يا استاذه سميه، طبعا انت شغاله في الليدز بقالك فتره، طيب ايه الجديد اللي انت نفسك تعمليه على الصفحه بتاعتك؟ الجديد انا يعني كل فتره بحس ان انا عايزه يعني كل البنات او كل اي بنت تخش على البيج تلاقي كل اللي هي عايزاه. يعني مش مثلا التوبس بس، الدريسز لا، البنطلونات لا لا، يعني بحاول الفتره اللي جايه ان شاء الله تبقى متكامله. يعني تبقى كل حاجه كل حاجه كل حاجه تكون موجوده معانا باذن الله. اوردر واحد ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله جميل باذن الله ان شاء الله. يا استاذه هند احنا حاليا برضو بنواجه مشكله اللي هي المواصلات، الحاجه ما بتوصلش في ميعادها. لا في شركات شحن جدا ما بتوصلش. احنا عندنا زحمه القاهره في اي مكان في زحمه، انا عايز اي عميل عاوز الحاجه مجرد ما اطلبها، مجرد ما يرفع السماعه هوب بتكون عامله الوقت اللي انت محدده يوصل. طب ما في مشاكل بتحصل هي فعلا الزحمه المواصلات كل ده. هو بصي الوقت ده بنحدده ما بيننا وما بين العميل، يعني تمام انت اوريدي هتستلمي مني الحاجه يوم الاحد، هي بقى خلاص بسيبها مع المندوب تمام، بس بيقول لها يوم كذا يعني من الساعه، يقول لها انا ساعه هكون عندك، او مثلا من الساعه 2 للساعه 4 هكون عندك. بيتاكد ان هي متواجده. احنا برضو حاليا يا استاذه سميه عندنا مشكله اللي هي الزحمه، انا اديتك من 2 ل 3 ما وصلتش، توصل بقى مشكله كبيره. في ناس والله بتبقى يعني بتبقى ذوق جدا الحمد لله. كل اللي اتعاملت معاهم كل اللي اتعاملت معاهم كلهم في منتهى الذوق. بس فلا بيبقوا متفاهمين، خلاص انا متواجده دلوقتي في اي وقت انت حابب تيجي فيه. هو اهم حاجه المصداقيه في الموضوع بتاع الشغل الاونلاين. اكيد طبعا. الحمد لله مادام هم واثقوا في حضرتك وفي مصداقيه حضرتك الموضوع كله بيمشي عادي، بيبقى ودي. ايوه لكن لسه هيتعاملوا معاكي ولسه هيشوفوا الخامات بتاعتك هيبقوا طبعا على اعصابه. طبعا انا عندي يعني شهر شهرين لسه ما حدش. انا كمان لما بخرج اوردر ببقى قلقانه من مش ببقى قلقانه الحمد لله من الشغل بتاعي، لا ببقى قلقانه بس ببقى عايزه اسمع الريفيو. تمام احنا معانا اتصال استاذه نور. الو نور. الو سلام عليكم يا استاذه. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه، نورتينا. منوره يا استاذه نوره. الو الو خط قطع ليه؟ الو ايوه كده سامعاني. تمام سامعاك. تمام مع حضرتك استاذه سميه. بشكرك انا مبسوطه جدا بالتعاون معاكي بالسامه. ميرسي ربنا يخليكي. كله كان زي الفل. ربنا يخليكي ربنا يخليكي. احنا عايزين المصداقيه، عايزين المصداقيه في الموضوع دوت يا استاذه. لا مصداقيه والله انا اصلا ما بحبش الاونلاين يعني، بس فعلا الجاكيت كانت شامته وجميله جدا. تسلمي ربنا يخليكي. مكشش اللي هم بهاتش الحاجات اللي احنا بنشوفها ديت. لا 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 اللون كان ثابت وجميل، الخامه باينه الفيلم. يعني حضرتك الاوردر اللي طلبتيه زي ما هو جالك. زي ما هو وكان عليه هديه كمان. لا احنا عايزين هديه. احنا عايزين هديه. على فكره بتفرح الموضوع ده بيفرح العميل جدا. هم بيسيبوا الاوردر وبيمسكوا في الهدايا وبيمسكوا بيفرحوا جدا. جدا يعني بيفرحوا. طب نعرف الهديه ولا ما ينفعش ولا ايه؟ هو اتصل قطع الحمد لله عشان ما نعرفش برضه الهديه. استاذه عايزين برضه نرجع لموضوع المواصلات الاوردر. هو زي ما قلت لحضرتك هو بيتفق معاها، يقول لها انا جاي لك يوم الاثنين، فهي بتقول له خلاص انا في البيت مثلا او في الشغل من الساعه كذا للساعه كذا. تمام. بس وهو بيحاول بقدر الامكان بيوصلها في الوقت دوت. طيب بيظبطوا مع بعض المواعيد. بيظبطوا مع بعض المواعيد. انا بقى عايز اعرف يعني سيبك ان انت حضرتك صاحبه صفحه على السوشيال ميديا وكده. ايه النصيحه اللي تنصحيها لاي واحده جالها اوردر من على السوشيال ميديا؟ اي سيده كده طالبه الو انا عايزه مش ضروري من على الصفحه بتاعتي. ايوه ايه بقى النصيحه اللي بتنصحها لها؟ اي حد قبل ما يجي يعمل اي اوردر لازم يتاكد 100% من يعني الحاجه اللي هتوصله زي
زي الصوره بالظبط. تمام. اللي يتفق مع البيج لو الحاجه ما وصلتنيش زي ما هي انا ليا حق. ممكن اقطع حضرتك مره تانية؟ اتفضلي. معانا اتصال استدعائيه. الو. اوكي. الو. ايوه. معلش انا ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازيكم؟ الحمد لله يا فندم. مع حضرتك استاذه سميه. استاذه. اه ازيك يا سميه؟ ازيك؟ ازيك يا عامله ايه؟ رايك تمام. انا سميه بالنسبه لي يعني احسن بكتير حتى من المحلات اللي بشتري منها، لانها فعلا فعلا يعني حد كين قوي على انها تديني حاجه بماتيريال تحفه زي ما مطلوبه بالظبط نفس المقاس. فبجد انا يعني سميه دي ليها حته كده لوحدها يعني. شهادة حق اللي قلتيها بقى. ميرسي جدا ليكي يا ايه. الحاجة كانت كويسة والماتيريال كان كويس يا استاذة ايه؟ تحفة تحفة والله، حلوة جدا. تسلمي لي يا حبيبتي. تسلمي لي لحضرتك يا استاذة ايه وشرفتينا. نرجع تاني لموضوعنا. اه اتفضلي. النصيحة. النصيحة. اه بس هو ان هي يعني البيج اللي هتتعامل معاها او الجروب اللي هتتعامل معاه تقول لو انا الصور يعني الاوردر بتاعي ما وصلنيش زي الصور بالظبط انا ليا الحق ان انا ارجعه. بس تمام. قبل تمام، ما قبلش شكرا. وهي قبل اول ما تستلمه من المندوب تشوفه بس. تمام. يعني لازم اهم حاجه تشوفي الاوردر. اه طبعا قدام عينيها. بس في بقى مشاكل بتحصل يا استاذ سميه. انا بيجي لي الاوردر تمام، بفتحه ما بلاقوش نفس الشكل ولا نفس قبل ما المندوب واللون. ينزل من عندك قبل ما المندوب ينزل ده من عندك كمان ممكن يرفض. لا خلاص ما تديلوش فلوس. ايه ما تديلوش فلوس الاوردر، اديله يعني مصاريف الشحن. ده كمان يقول لي لا انا واخده كده انا هرجعه ازاي؟ ما هو برده بترجع ان انت ايه البيج اللي انت بتتعاملي معاها او الجروب اللي حضرتك بتتعاملي معاه. لازم يكون حد عن ثقه او في ريفيوهات كويسه عنه كل فتره. يعني كل فتره. اه طبعا. كل فتره بتشوفي الريفيوز مثلا الديت بتاعها من قد ايه. تمام. بس ان هو كل مره بتجدد والناس بتشكر فيها او خلاص يعني بقت محل ثقه للعملاء بتوعها. صدقيني يعني احنا دلوقتي سمعنا على الاونلاين كتير. انا سمعت. انا عمري ما طلبت حاجه اونلاين. ما انا لسه بقول لك كل حاجه بتقول يعني اشتغل في اونلاين ما طلبتيش. انا قبل ما اشتغل قبل ما ابدا الاونلاين عمري ما طلبت حاجه علشان اللي كنت بشوفه. هو احنا كشعب مصري لازم نمسك الحاجه ونعرف ايه هي فيها العيب بتاعها ونقلب فيها بمعنى اصح عشان نطمن. ايوه ايوه. لكن كشغل اونلاين اول مره نتعامل معاه. ايوه. ما انا بقول لحضرتك ان انا عمري ما طلبت اونلاين. بس انا بصراحه يعني كله دلوقتي بيقول لي لا هم بيستنوا الشغل الجديد اللي نازل. يعني العملاء بتوعي خلاص الحمد لله بيستنوا الجديد اللي نازل. هم اللي بيسالوني انت هتنزلي جديد تاني امتى. برضو هم يعني انت حضرتك اتعاملتي معايا بتقولي الاستاذه ايه، استاذه ايه بتقولي. اه طبعا كده. كله بيقولوا بعض. يعني طبعا بيبلغوا بعضهم بالحاجه بتاعتي ان هي نفس الصور بالظبط، الماتيريال بتاعها كويس، براندات، كل ده اكيد ممتاز. بس شغل جامد يعني شهرين. انا مش بحسبه بس ما شاء الله شهرين وكميه الحاجات اللي نزلت على البيج بتاعها حاجه ممتازه. ولا ودقه يعني في الالوان ودقه في الماتيريال. يعني انا اصلا انبهرت. اكتر حاجه بحبها الفاشن. فلما قررت ان انا ابدا بزنس يعني قلت خلاص انا هبدا في حاجه انا فاهمها. حاجه انت حباها. اهم حاجه تكوني بس حابه الحاجه عشان تقدري توصلي. اه طبعا. لان لو انا مش حباها مش هقدر ان انا اقنعك بيها او اقدر ان انا اسوقها. أكيد, اكيد طبعا لازم الحاجه. بتنظمي وقتك ازاي؟ انت عارفه شغل الصفحه على فكره شغل جامد جدا. هو متعب. صعب جدا متعب جدا جدا. انت طبعا العميل بيبقى عايز مثلا يكتب كومنت انت فورا تردي عليه. يبعت مسج انت فورا تردي عليه. معانا مداخله استاذه اسراء. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. دورانا يا استاذه اسراء. اسرار. بنورك يا فندم. اسرار. اسراء. 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 قلت اسراء. ازيك يا سوم عامله ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا اسراء؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. قولي لنا رايك بقى في البيج بتاع الاستاذه. والله بصراحه عن تجربه شخصيه لنفسي حتى انا دلوقتي بدرس في الجامعه وكده. فاحنا البنات بشكل عام بنهتم بقى بشكلنا وماتيريالز الحاجه والكلام ده كله. فالماتيريال حلوه جدا والاسعار بصراحه تحفه. يعني انا لما بروح اشتري حاجات من بره ممكن اجيب حاجات اقل بكتير من ما اجيبها، يعني اسعارها اعلى بكتير فبضطر اجيب حاجه او حاجتين او كده. فهي بصراحه مميزه جدا باسعارها فبتخليني اشتري حاجات اكتر وكده، فبالتالي يبقى عندي لبس اكتر والكلام ده كله. كل حاجه بتلاقيها على البيج يعني. معظم الحاجات حاجات النظيفه بالذات اللي انا مش بلاقيها بسهوله، وانا ذوقي صعب شويه ف
بصراحة يعني ما شاء الله عليها ذوقها راقي جدا. الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله دي شهادة وفوق كبيرة كل ده بقى بصراحة ربنا يخليكي، هو فوق كل ده هي ذوق جدا في التعامل، وتخلي الواحد حتى يعني بحس ان انا بتعامل مع اختي وانا بشتري الحاجة، مش بحس ان انا مثلا مترددة خايفة كده يعني. ايوه جميلة. انت خدتي هدية اكيد. انت خدتي هدية. لو كل اوردر بيطلع معايا بالعكس يعني. انت خدتي هدية. بص حضرتك ما بتشكريش جامد غير لما كنت خدت هديه، يعني ما خدتيش هديه مش تشكري. لا 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 ابدا والله، بس انا بشكل عام يعني انا لما بشتري من بره يعني في المولات بقى وكده بشتري الحاجه باسعار عاليه، واحنا لسه بقى صغيرين وكده، فبنحتاج اللبس اكتر بكتير من الناس اللي ايه اللي بالفعل قاعده في البيت والكلام ده كله، عشان بننزل الجامعه والكلام ده كله. فانا بصراحه مبسوطه بيها جدا ان هي بتساعدنا، ومقدره يعني ان احنا برضو بنات صغيره لسه والكلام ده كله. اكيد يا حبيبتي اكيد يا حبيبتي، هي برضه لسه صغيره برضه يعني ما كبرتش. ايوه اكيد الطفل الصغير. تشرفنا بحضرتك يا حبيبتي، تشرفنا بحضرتك. نصيحه تاني للعميل ده غير بقى ان هو يطلع الحاجه ويعمل من غير ان هو يشوف اهم حاجه زي ما قلنا الريفيو بتاع البيج او الجروب، برضه يشوف الاوردر قبل ما يستلمه. دي اكتر حاجه بس ممكن اقول عليها. لا مفيش حاجه تاني، محدش خد منك حاجه كده وبعد كده راح قال لك لا مش عجباني رجعها لي. لا خالص بفضل الله. فضفضي ما تخافيش. لا لا مش على الهوا. لا خالص مش على الهوا. انا لو الحاجه فيها انا حاسه ان فيها يعني جايالي مثلا فيها ديفو او فيها حاجه غير الصوره انا مش هطلعها. تمام. بس يعني عشان اهم حاجه، انا اهم حاجه عندي من البيزنس طبعا ان انا اكتسب ثقه العميل ويكون في مصداقيه ما بيننا، بس عشان مجرد انك انت طلبتي اوردر لا وخدتيه لا تطلبي مني مره واثنين وثلاثه. بس برضه احنا ما عرفناش ازاي بتنظمي وقتك مع الصفحه. بنظم يعني هو انا واخويا اللي ماسكين البيدج. ايه يعني بتنظمي وقتك ازاي؟ يعني هو مثلا ليكي بيت ليكي ولا ايوه هو صعبة. مثلا هو الصبح مثلا وانا بالليل، هو بالليل وانا الصبح، فبنحاول بقدر بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننسقها عشان يعني يبقى فيها حد متواجد على طول على البيت. احنا طبعا تشرفنا بيكي وكان نفسنا يكون في وقت زياده بس والله الوقت عدى نص ساعه. ايه طبعا انت عايزه حضرتك ساعات. ربنا يخليكم. تمام. طب التواصل بسرعه كده برضو قبل الختام. التواصل الرقم هو الارقام محطوطه او الاكونت على فاميليا براند، اول بس ما يعملوا سيرش عليه هيظهر لهم البيج والجروب. البيج محطوط برضو على الشاشه دلوقتي. تشرفنا بحضرتك. شرفت بحضرتك يا فندم. وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا في حلقه جديده من برنامج اسرار الحياه.